الخير. والله حبيت ندير وقفة قصيرة هنا فقط ونختم هذه الجلسة، أنه في عهد تبون كانت المشكلة الكبيرة اللي عانى منها هي الأرقام. رجل إيش واحد البلوى نتاع الأرقام، اضطراب نتاع الأرقام، عايش على وقع التخبط. رايح تتذكروا حكاية المياه، تصفية المياه، مليار و300 مليون، وكذا الناس حصاوا تلك الأرقام هذيك، قال لك راح ينشف البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي والمحيط الهادي ولا وش نعرف، البحر الأحمر والبحر الميت والبحر وقناة سيناء ومش نعرف واش، راح الكرة الأرضية راح ينشفها من الماء. ثم بعد ذلك جاء الأرقام هذيك نتاع 300 مليار دولار ولا وش هو، لقاوها في دار واحد لما بالعملة الجزائرية كان رقم مهول، حتى الناس قالت عبارة عن عمارات، وين لقاهم هذا وين مخبيهم. يطلق في واحد الأرقام، يعني لو تعود إلى مسيرته تلقاه والله يعني عنده مشكلة فوبيا في الأرقام، وهذه الفوبيا نتاع الأرقام مرت إلى إلى اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات. بربكم بربكم الأرقام هذه يتقبلها العقل اللي تعلنها في انتخابات؟ هتدري وش معناها انتخابات رئاسة الجمهورية؟ راهي انتخابات الأكبر مؤسسة في البلد، انتخابات من يمثل الجزائر، انتخابات للقاضي الأول في البلاد، انتخابات للواش للقائد الأعلى للقوات المسلحة، انتخابات للرجل الذي يعني راه يمثل سلطة الدولة الجزائرية ويمثلها في كل محافل الدولية، يعني أهم منصب والمنصب رقم واحد في البلاد تحبس به بهذه الطريقة. والمشكلة تبون راضي، هل يعقل يا تبون أنت رئيس جمهورية نظمت انتخابات رئاسية وهذا محمد شرفي أنت اللي معينه والطاقم نتاعو كل أنت اللي معينه والولايات أنت اللي معينهم وكل شيء أنت اللي معينه، يحدث هذه الفضيحة وتصبح أنت تندد بأرقام؟ داروا هم الكشياتين حابين يديروا لك 94%، يعني وصلنا عدنا إلى زمن 99.99%. يعني حتى فيهم محللين قالوا أن كنا بسبب الثورات اللي حدثت في بعض الدول، أنه زمن 99.99 وزمن 100% كما حدث مع صدام حسين في أحد الانتخابات دار 100% قد مضى، رو راح يعني رهو تولى، صرنا نشوف رئيس ينجح ب 55 48 52 وكذا وكذا. وفجأة يأتي هذا التفون الذي تعتبر مرحلة حكمه من أسوأ المراحل في تاريخ الجزائر، وفجأة يجي يحول لك ويعود لك إلى زمن 9.4 في زمن ضع خذ 9.4 وضعهم في سلة وادعي أنك صنعت دولة كما قال الشاعر العراقي أحمد مطر وما إلى ذلك. وصلنا إلى هذا الزمن، يعني أرادوا يشيتوا له فشيتوا له بطريقة أصبحوا هما مسخرة. حتى واحد عاد واحد النكتة قالك فيها واحد الأم زوجت بنتها، فجأة فتحت حساب بنتها لقتها نشرت في السطوري صورتها مع حماتها وقالت صورتي مع الأم التي لم تلدني، كتبت لها ما فيه ولا شيء تربح وعملت لها بلوك. هذا الذي صاير للمجموعة هذه. إذا كان الأمر هكذا، ولكن الأمر ما هوش هكذا يا ناس، الأمر مستحيل يكون بهذه الصورة. الناس اللي يعرفوا طبيعة الدولة الجزائرية ويعرفوا واقع الدولة الجزائرية مش للدرجة يصلوا إلى هذه الحال يفضحوا في بعض. المشكلة أنه كان هناك صراعات، هناك صراعات، هناك من يريد تبون يكون ضعيف ما عندوش، لأنه رغم أنه تبون شخصيته ضعيفة ولكن يخافوا يتقوى عليهم بالشعب، فلذلك أرادوا إهانته وخلوه أنك يا تبون نحن العسكر اللي عيناك، نحن الفضل متاعنا عليك، نحن اللي تبقى في خدمتنا طول العمر. هذا اللي راح يديروه، راح يديروه. توحي أن هناك صراعات كبيرة بين العصب، فلا يعقل درجة مؤسسة مثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
فيها عندها ميزانية ضخمة، ميزانيتها في قانون المالية، عندها كل شيء متوفر ليها وإمكانيات تاع دولة، توصل درجة ما تقدرش توظف موظفين يعطوا أرقام صحيحة. هاي هذه التضارب وهذا الأمر ما حدثش من قبل، رغم أنه عمليات نفخ في نسب المشاركة قائمة دائما، لكن ليس لهذه الحد، ليس إلى درجة هذه المهزلة الحقيقية. تقديم الانتخابات بتلك الطريقة، ثم بعد ذلك ما حدث من هذه المهازل وتلك المسخرة اللي قام بها بن قرينة وجماعة نتاعه، من مهازل كلها توحي إلى أنه هناك لوبي هو الذي يحكم، ولا يريد أن يكون هناك رئيس قوي عنده انتخابات فيها الأغلبية كبيرة ومشاركة قياسية، وأيضا عنده قوة شعبية تأهل لا خليك نفوتوك بأقل ما يمكن في ظل فضائح من هذا النوع، وتبقى ساكت لا تستطيع أن ترفع رأسك في وجه من هم لهم الفضل في تعيينك. هذه هي الحقيقة، لأن الذي حدث راهي تحقيقات أمنية، مصادر تحكي لنا تحركت بعض الدوائر نتاع الدرك الوطني راهم يديروا في تحقيقات، نتاع الامن الوطني طلب منه وزير الداخليه لانه بصفته كان مدير حمل التبون، طلب من مدير الامن يدير له تحقيقات على ماذا حدث. مخابرات ايضا جبار والجماعه حركوا ايضا ناصر الجن والامن الداخلي باش يديروا تحقيقات، وكل واحد الان راهو يسعى من اجل انه يمتلك بعض الحقائق وبعض اوراق القوه في الملف باش يفوتوه. هما باش راح تقول لي أنهم يلغوا الانتخابات ولا تبون يستقيل ولا كل ما فيها راح يمر، راح يحدث شوية تغيير في النسبة بأي طريقة، خلاص ريحوا الجرة يا جماعة. نسبة المشاركة الحقيقية في حدود 10%، ونسبة التي هم قدموها راهي 23%. عندما تروح يا ناس تجمع شوف كل اللي انتخبوا، شوف عندنا الهيئة الناخبة 24 مليون 351 ألف وخمسمائة واحد وخمسين، ونسبة اللي فوتوا على تبون وحساني وشيش هما 5,630,196 ألف ومائة وستة وتسعين، هذا مع بعض. عندما نشوفوا هالخمس ملايين ماذا يمثلون؟ 24 مليون 23.12%، هذه النسبة هي الأوراق الملغاة. الأوراق الملغاة وين هي؟ ينقلوا قداش الأوراق الملغاة، رغم أنه لما أعلنوا النتيجة في الساعة الثامنة كانت تتحدث على 11 مليون ونص اللي أراهم فوتاو اللي شاركوا في الانتخابات. إذن وين راحوا 6 ملايين؟ هل هم هذم 6 ملايين هم الأوراق الملغاة؟ إذا كان الأوراق الملغاة يستحيل أنه تكون النسبة بهذه الطريقة، نسبة تبون ونسبة تكون بهذه الطريقة، لأنها تأخذ بعين الاعتبار لأنها 6 ملايين و5 ملايين يعني أكثر من 50%، معناها تبون والأخر وحسن ما عندهمش 50% مع بعضهم. يعني والله ما أدري وش حابين تشويه الجزائر، حابين لأنها كاين صراع، لأنها عصابات، عصابات ليس إلا مش دولة مؤسسات، دولة الحق والقانون، دولة العدل، دولة الإنصاف، دولة لانتخاباتها مهزلة، انتخاباتها الرئاسية مهزلة، بربكم كيفاش راح يكون واقعها؟ مهزلة المهازل. وصدقوني يا جزائريين أن القادم سيكون أسوأ بكثير في ظل رئيس العهدة اللي فاتت عدها في خدمة شنقريح، والآن راح يعديها في خدمة محيط شنقريح، وانتم أبقوا الشعب تعانون الأمرين. والله لا بديل للجزائر إلا تغيير حقيقي، وهذا التغيير الحقيقي لن يتأتى ولن نصل إليه ما دام العسكر هم عبارة عن عصابة وميليشيات تتحكم في الدولة. فالتسعينات أدخلوا البلاد في حرب أهلية مات فيها 250,000 جزائري، الآن راح يكون مصيرنا مثل مصير السودان، لهذا الجروب ضد الجروب الآخر يتقاتلوا والشعب يموت. هذا الذي سنصل إليه ما دامت هذه العصابات متناحرة. الجيش الآن راهو غير مستقر، ما يكذبوش عليكم، راهو سعيد شنقريحة شكل، عندما قلتها لكم منذ مدة طويلة أن سعيد شنقريحة يشكل خطر على المؤسسة العسكرية، ما كنت شغالت وما كنت نتحدث من فراغ، هذا كلام سمعته من كبار الضباط الذين تم إقصائهم
ويحكولي كيف هي معنويات الضباط ومعنويات العقداء والضباط السامون وغيرهم أمام شبكة من الضباط السامين الذين يسومون الجزائريين سوء العذاب ويسومونهم الفقر ويسومونهم الاستبداد ويسومونهم الإرهاب. وما زال الحال سيصل إلى ما هو أسوأ إذا لم يظهر شرفاء في المؤسسة العسكرية يصلحوا مسار المؤسسة ويبعدوها عن المشهد السياسي ويخلوا الشعب الجزائري يقرر مصيره. دون ذلك فابشروا بالخراب يا بؤساء الجزائر. لا قدر الله واذكر كلاما جيدا.